احنا كالعادة وكالمعتاد الصيف والحر والشديد لسه احنا الحمد لله داخلين على تغيير طفيف في الجو، بس انا ما بعرفش اعيش من غير التكييف، ما بعرفش اعيش من غير المروحة. المشكلة الأزلية اللي بتقابلني التكسير والتعب والإرهاق، اللي دايما بصحى من النوم متدغدغ مش قادر اعيش حياتي، مش قادر استمتع باليوم، اعمل ايه؟ تمام. بص، لو رجعت من 10-15 سنة ورا كنت هتلاقي ان آلام العظم بتزيد في الشتاء عن الصيف، الصيف يكاد يكون ما بيشتكوش من آلام العظم. تمام. بس ليه بقى؟ ايوه، عشان من 15 سنه ما كانش فيه التكييفات ولا المراوح على فكره. حلو. كان حتى طبيعه الجو عندنا احنا هنا مختلفه. حصل. دلوقتي اصبح بنتعرض للتكييف بصوره اطول وبصوره مباشره، فكانك في الشتاء. وهو ليه بقى في الاماكن البارده آلام العظم بتزيد؟ اكيد جدا. ليه بقى؟ لان في لما الجسم لما بيبرد ايه اللي بيحصل؟ ان الجسم بيبتدي يوجه درجه الحراره بتاعته للاعضاء الداخليه. اللي هو تدفق الدم. يعني الدم ما بيروحش للاعضاء الطرفيه اللي هي مثلا زي العظم وزي العضلات، بيبتدي يروح للاعضاء الداخليه. فلما الدم اللي بيوصل لمنطقه العضلات والعظم بيقل، فحضرتك تبتدي ايه اللي يحصل؟ تبتدي اللزوجه اللي هي ما بين العضلات والمفاصل تزيد، فتبتدي حضرتك تشعر بالايه؟ بالالم. بالالم والوجع. عشان كده زمان لو تفتكر يقول لك ايه في منطقه الالم، يا ريت تربط نفسك كويس بحاجه صوف. هو المقصود بالصوف ايه؟ ان هو يحسنك من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه الالم اصلا. اه يا لهوي. هو اللي بيحصل يا عمين بقى، احنا نتعرض للتكييف وهواء وساع وبتاع، ايه ده؟ ده انا عندي الام. ما هو الالم لان الدوره الدمويه عندك قلت، فبالتالي ابتدت تشعر بالالم. طب يا دكتور، هل ده بيبقى نقص فيتامين ولا ده مؤشر لحاجات تانية مختلفه؟ بص، هو حضرتك ناقص في كل حاجه. كل حاجة. ليه بقى؟ لان هو في ثلاث حاجات مهمين جدا في حته العظم. اول حاجه العضلات، العضلات دي هي المسؤول عن الحفاظ على العظم. اكيد. والعظم المكون الاساسي فيه هو الكالسيوم. اكيد. بس اللي مسؤول عن ترسيب الكالسيوم هو فيتامين د. والعظم هو اللي بيكون المفاصل. لان التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه الوتريه اصبحت هي المفصل. حلو. تمام؟ تمام. يبقى انا عندي عضلات وعندي عظام وعندي مفاصل. اكيد. انا مطالب مني لما اجي اتكلم على كورس، الكورس ده يتناول الحاجات دي كلها. حلو. وعلى فكره ده ميزه الكورس اللي احنا بنتكلم عليه. حلو. ده يعني معظم الوقايه يعني. يعني انت عارف معظم الكورسات اللي في السوق يكلمك في حته واحده بس، تلاقي كورس بيتكلم لك على منطقه العضلات، تلاقي كورس تاني يكلم لك على منطقه المفاصل، تلاقي كورس تالت بيتكلم لك على منطقه العظم. انما كورس يتعامل مع التلات حاجات ده اللي هو الكورس بتاعنا، اللي هو كورس بيكس فارم. طب ما يلا بينا نتكلم فيه برضه. طيب. دكتور علاء، ودي حاجه تبقى مهمه برضه لكل البهوات والهوارب اللي بيتفرجوا علينا. خلينا احنا هاخدها من من فوق، من الخارج للداخل. ماشي. يعني هنبتدي اول حاجه بالعضلات، لان العضلات هي المسؤوله. بعد كده العظام، بعد كده المفاصل. عشان العضلات هي المسؤوله عن العظام، وده يفصل لك ليه مثلا لما يبقى عندك مشكله في رقبتك يقول لك لازم تروح تعمل جلسات علاج طبيعي. هو فكره العلاج الطبيعي هو بيحسنك من كفاءه العضله. أوكي. فالعضله لما تبقى كويسه ايه اللي يحصل؟ تبتدي تحمل العظم وتبتدي تشيل على العظم. يعني لما بيحصل زي خشونه كده، معلش عشان بحب ببسط الموضوع للمشاهد، ما بيحصل خشونه بيقعد يقول لي اعمل اطاله، اللي هو اعمل رجلك الاطاله دي عشان العضله. هو الفكره كلها في ايه؟ ان هو عايز يحسن لك من كفاءه العضله، والخشونه كمان يحسن من الاربطه والغضاريف. جميل. يبقى اول حاجه انا محتاجه اتعامل مع العضله. عشان كده النهارده اول مكمل غذائي، وكلمه مكمل غذائي يعني ايه؟ يعني انا مش بديك حاجه كيميائيه. ومعروف ان معظم المسكنات اللي بتتعامل مع مشكله العضلات والمفاصل والعظام كلها كانت كيميائيه، بتاثر على المعده وبتاثر على الكلى وبتاثر على فكره كمان اصحابنا يقولوا المزمن ما ينفعش ياخدوها، فانا بديك مكمل غذائي يعني حاجات طبيعيه. يعني اصحاب الامراض المزمنه كانوا بيبقى صعب عليهم ياخدوا الحاجات. طبعا المسكنات الالام يقول لك يرفع الضغط بتاع مثلا مريض الضغط مثلا بتاع السكر نفس القصه. طيب كان بيبقى في مشكله، طب اتعامل معاه ازاي؟ انا بقى حليت لك المشكله دي، هتعرف عن طريق المكملات الغذائيه بتاعتنا النهارده. يلا بينا. يبقى اول حاجه عندنا اللي هو بتناول مع العضلات اللي هو عندنا الروك بيكس، اللي هي العلبه اللي في النص. تمام. الروك بوكس دي، الروك بيكس دي من اسمها هي عايزه اخلي العضلات بتاعتك قويه، العضلات. حلو. لان هي كريم مساج، كريم مساج يعني بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه العضلات. هو عباره عن ثلاث حاجات، عباره عن الايكوليبتس اللي هو بيسموه زيت الكافور، وزيت الكافور ده مسكن الالام طبيعي. تمام. عباره عن المنتول اللي هو بيسموه زيت النعناع، وزيت النعناع ده عباره عن ايه؟ عباره عن بسط العضلات. وعلى فكره كل معظم بسطات العضلات بتاثر على المعده وبتؤدي انك تنام برضو، انما احنا عندنا روك بيكس ده كريم مساج طبيعي. حلو. الحاجه الثالثه اللي هو بيسموه اللي هو عارف القرنفل، اللي هو لما اسنانك بتوجعك تحط البينج، هو انا حاطه لك برضه هنا في صوره ايه؟ الروك بيكس ده. كل ده في عندنا في المكمل الغذائي الاول بيبتدي يتناول مشكله العضلات. جميل. وميزه الروك بيكس خلي بالك ان انت بعد دقيقتين ثلاثه بتبتدي تشعر بتحسن تماما في منطقه العضله.
حلو قوي. عشان كده كمان الرياضيين بيستخدموه على فكره قبل ما يمارس النشاط الرياضي بتاعه، لان هو مشكله لازم تسخن العضله. اه يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ انا حليت لك مشكله العضلات والتيبس اللي بيحصل في العضلات نتيجه ان احنا بنقعد فترات طويله ونتيجه ان احنا بنمارس عادات غذائيه خاطئه. يبقى انا حليت اول حاجه عندنا ايه؟ مشكله الايه؟ العضلات. العضلات. نروح بقى مشكله العظم. يلا بينا. مشكله العظم المكون الاساسي في العظم هو الايه؟ الكالسيوم. تمام. بس قبل ما اتكلم على الكالسيوم، في حاجه مسؤوله عن ترسيب الكالسيوم في العظم ولا وهي فيتامين د. واول ما تيجي سيره فيتامين د، سبحان الله معظم الشعب المصري عندهم نقص في فيتامين د. اه عشان كده تلاقي معظم الشعب المصري عندهم مشكله